صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريانة، ومن المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. مقتل مواطن من قتلنا خلال شجار عائلي. والاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة ببلدة تقوع في بيت لحم. وقوات الاحتلال تعتقل قبل قليل المرابطة المقدسية نفيسة خويص من شارع الواد بالقدس.
وردا على 5% النقابات للحكومة مبادرتكم مرفوضة وكرامتنا أولا. ونقابة الصحفيين ندعو كافة الصحفيين الفلسطينيين للبدء بحملة إعلامية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين. ودعوات لشد رحال المستوطنون يطالبون بإغلاق الأقصى أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام. وفي ملفنا نتابع منظمة البيدرة تصدر تقريرها عن الشهر الماضي حول انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في الضفة. ومباشرة ننتقل إلى ملفنا الأول لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. يسعد صباحك وأهلا بك. أسعد الله صباحك أستاذ هديل ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تحياتي لك. يلي نبدأ الآن من بداية من أبرز ما جاء في الصحف العبرية لهذا اليوم تحديدا. نبدأ اليوم من صحيفة إسرائيل هيوم، ضباط وطيارون في الاحتياط يحتجون وينضمون لسرب الرافضين للتدريبات المقررة لهم احتجاجا على التغييرات القضائية التي تقوم بها الحكومة، ويرفعون شعارا لن نحارب في سلاح الجو من أجل حماية أنظمة ديكتاتورية. عنونت يدعوت أحرنوت نقلا عن مصادر عسكرية في سوريا: سلاح الطيران قصف مطار حلب الليلة والمطار يقف عن العمل بشكل تام. صحيفة معاريف: تحقيقات في صفوف الجيش للجنود الذين شاركوا في الرقص مع المستوطنين في حوارة. هارتس: حوارة ساحة رقص وحرب وارتفاع أعمال العنف تجاه الفلسطينيين ورقصات سادية من الجيش والمستوطنين. هامودية: قدمت المنظمات اليمينية التماسا للعليا لمنع المستشارة القضائية في التدخل في الإصلاحات القضائية. يتيب نعمان: المتدينين انتقادات للوزير بن غفير، ما تقوم به هو مستفز لمشاعر العالم وخطر أمني علينا. جيروزالم بوست: تزايد التظاهرات ضد التغييرات القضائية قد تسقط حكومة اليمين بزعامة نتنياهو. كالكاليس: تخوف من انحدار آخر لقيمة الشيكل. دماركر: حكومة إسرائيل تعطي الحوافز للمستوطنات على حساب بقية التجمعات الأخرى. أيضا القناة 11 تنسب لهيرتسوغ أن هناك دول جديدة تنضم إلى قائمة التطبيع. القناة 12 الصحفي في إسكيلي: المناهج الفلسطينية في القدس هي السبب الرئيس للعمليات في صفوف الشباب من شرق القدس. القناة 13 ألوم بن دافيد المراسل العسكري: مناورات جرت قبل أيام بين سلاح الطيران الأمريكي والإسرائيلي. أيضا القناة 14: قامت الحكومة بتنفيذ خطتها المعدة مسبقا فإن معالم الدولة ستتحسن إلى الأفضل. هيئة البث الإسرائيلية: لأول مرة وزير تربية إسرائيلي يزور مخيم شعبات لتقديم واجب العزاء. وننهي بما نقل أذاعته رشت بيت العبرية من أن تنامي الاعتداءات على الفلسطينيين سيؤدي إلى توتير الساحة الدولية. نعم، يعني أستاذ إبراهيم، يعني بأقل من دقيقة لو سمحت، هناك دعوات اليوم للمستوطنين ويطالبون أيضا بإغلاق الأقصى أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام، يعني ما المتوقع أن يشهده وتشهده الأقصى لهذا اليوم وأيضا يوم غد؟
طبعا اليوم الأقصى ومنذ ساعات الصباح المبكر ساحة مستباحة للمستوطنين، ونلاحظ ازدياد أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وبخاصة في ظل هذه الحكومة التي يدعم موقف المستوطنين، وزير مقتحم ويرفع شعارات بأنه لن يفرق ما بين رمضان ولا شعبان في الاقتحامات، بمعنى يعطي إعاز لهؤلاء المستوطنين لتكثيف الاقتحامات في عيد المساخر اليهودي، والذي طبعا للتعريج عليه لا ينتمي إلى الأقصى بحال، فهذا عيد يعني مقتبس من ديانات أخرى وموروث ثقافي لآخرين، لكن نرى أن الاحتلال والمستوطنين يرون في كل فرصة ويستغلون كل موسم لاقتحام المسجد الأقصى ولاستفزاز مشاعر المسلمين. أيضا هذه الدعوات لإغلاق المسجد الأقصى وتسريب هناك تسريب لإيتمار بن غفير، وما نقل من صور حتى الاجتماع الصهيونية الدينية للتحضير لما سيحدث في رمضان، بمعنى أن هناك اجتماع أمني في مقر الصهيونية الدينية لتحديد السياسة المستقبلية للمسجد الأقصى وللقدس، وهذا مؤشر خطير الزمان والمكان والمجتمعون وما ينتج عنه من قرارات تمارس على الأرض، يدل على أن هناك توجه كبير في التغيير المكاني على المسجد الأقصى، كما أن أسوة بالمسجد الإبراهيمي بالإضافة للتغيير الزماني الحاصل أصلا. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا أود شكرك الأستاذ إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. وفي حوار أصيب 6 مواطنين و5 من عائلة واحدة بينهم أطفال مساء يوم أمس الاثنين خلال هجوم للمستوطنين الإرهابيين على بلدة حوار جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلاس أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال نفذوا أعمال عربدة في بلدة حوار، واعتدوا على أفراد عائلة المواطن إدريس علي مصطفى من عصير القبلية بالحجارة وغاز الفلفل خلال مرورهم من البلدة، ما أدى لإصابة المواطن إدريس بحجر في رأسه، فيما أصيب أيضا أفراده 6 بشظايا زجاج واختناق، إضافة لحالة من الخوف والهلع خاصة بين الأطفال وتضرر في مركبتهم. وأضاف دغلس أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي صوب مركبة أحد المواطنين في المنطقة، ما أدى لإلحاق أضرار بها دون وقوع أي إصابات في الأرواح، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي الذين هبوا لصد هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. وللتذكير يذكر أن مستوطنين الإرهابيين نفذوا مساء الأحد الماضي في 26 من شهر شباط المنصرمة بحماية قوات الاحتلال نحو 300 اعتداء في بلدات حوار وبورين وعصير القبلية جنوب نابلس، وأسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد الله محمود أقطش والذي يبلغ من العمر 37 عاما، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات. وفي ملفنا الثاني لهذا اليوم، أصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية، وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، والذي يسعى بشتى الوسائل المتاحة له لتضييق الخناق عليهم لدفعهم إلى الرحيل القسري عن أرضهم ومساكنهم، ما يستدعي توفير الحماية الدولية الحاجلة لهم وتحمل المسؤولية الدولية في الدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين. وللمزيد اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي نور سعيد، مستشارة وباحثة في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. يسعد صباحك نور وأهلا بك. صباح الخير. صباح الخير لكافة المستمعين والمشاهدين، صباح الخير من فلسطين الحبيبة. تحياتي لك نور. يعني بداية لنضع المستمعين والمشاهدين في صورة حول منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، الأهداف التي تسعى إليها المنظمة.
بداية أتحدث على أن التجمعات البدوية من جنوب شرق الخليل وحتى طوباس شمالا عند الحديث عن خطة الضم أصبحت أمام مجزرة برتكبها الاحتلال الصهيوني. هذه المجزرة هي مجزرة مبرمجة ممنهجة مدعومة من قبل منظمات صهيونية. منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في التجمعات البدوية هي تعتبر أول منظمة حقوقية متخصصة للدفاع عن حقوقهم، بتهتم بالشؤون السياسية والحقوقية والاجتماعية، ونحن نقوم برصد كافة الانتهاكات التي يرتكبها الاستيطان ضد التجمعات البدوية، والتي هي تتنوع ما بين الاعتداءات الجسدية والاعتداءات على الأطفال والحقوق الأساسية وحرمانهم، بالإضافة من أبسط ممارسة أعمالهم اليومية بشكل متكرر، وهي التي تتشكل بمجموعها جرائم حرب موصوفة مكتملة الأركان حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. نعم، يعني نور، في كل شهر تصدر منظمة البيدر تقريرها الخاص بانتهاكات الاحتلال باتجاه البدو خاصة، يعني عند الحديث عن الشهر الماضي لتذكر لنا أبرز الانتهاكات والتحديات التي واجهها أصحاب أو المواطنين البدو في المناطق. تم رصد عدة انتهاكات من قبل المستوطنين ضد هذه التجمعات البدوية، ويلاحظ من خلال هذه التقارير أن استهداف الاحتلال ومستوطنيه لكافة التجمعات على مختلف أنواع وأنحاء الأراضي الفلسطينية تشير بأن الاحتلال يهدف إلى اختلاء البدو بهدف السيطرة على هذه الأراضي. ويلاحظ أيضا من خلال هذه التقارير بأن هي عبارة عن خطة شاملة مدعومة من قبل منظمات صهيونية ضد البدو، وأيضا هذه الاحتلالات تشكل عصابات مستوطنين ضد البدو، ويشير بأنهم شركاء لدولة الاحتلال في ترحيل البدو من الأراضي الفلسطينية. نعم، يعني نور، كما ذكرتم في التقرير أن هناك 38 انتهاك بحق البدو، ويعني خلال فقط شهر واحد، يعني وهذا أيضا دليل قطعي كما ذكرت بأن الاحتلال يسعى للقضاء على الوجود البدوي واستهداف مباشر للبدو. أنتم كمنظمة البيدر كيف تقرؤون ذلك، وكيف تقرؤون هذه الأرقام، وأيضا كيف تسعون في تعزيزكم للحفاظ على البدو؟ بداية أنا سوف أتحدث من خلال هذه التقارير أن هذه الانتهاكات تركز في محافظة أريحة والأغوار، وهذا يشير على مدى استهداف الاحتلال لهذه المناطق والسيطرة على هذه الأراضي الفلسطينية. وأشير أيضا بأن هناك 3 عائلات منطقة وادي السيك في محافظة شرق رام الله تم نزوحهم من هذه الأراضي، وهي مؤشر خطير حول نزوح البدو من هذه الأراضي، وهو يؤثر على العوامل الديموغرافية في عدم تواجد هؤلاء البدو في هذه الأراضي. نعم، يعني نور، هل اقتصرت هذه الانتهاكات على منطقة معينة؟ يعني في كل الشهر يتم رصد هذه الانتهاكات فقط في هذه المنطقة؟ يعني لربما لا يمكن حصر الانتهاكات أو تمييزها، لكن إن أردنا أن نذكر أكثر منطقة في الضفة تتعرض للانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال من البدو، يعني ما هي المنطقة هذه؟ كما تحدثت سابقا أن أكثر المناطق هي تكون في محافظة أريحة والأغوار، ونحن نعلم على أن الهدف الأول والأخير لدولة الاحتلال هي تقوم على الاستيلاء والاستهداف هذه الأراضي الفلسطينية ضد التجمعات البدوية. نعم، يعني البدو في استهداف دائم وفي استهداف بشكل مباشر ودائما، يعني في هذه الدائرة من الاستهدافات. أنتم تنشرون تقارير بشكل يوم بشكل شهري و يعني بشكل مستمر، وتبحثون وتتواصلون مع المؤسسات الحقوقية والجهات المسؤولة، لكن يعني هل هذا كافيا؟ يعني ماذا بعد هذا التقرير الشهري أو السنوي؟ حقيقة هناك توجه دائما لكافة المؤسسات والهيئات لدعم هذه التجمعات البدوية ودعم هذه الأراضي المهددة بالمصادرة، علما بأن هذه التجمعات هي مرتبطة بالقضية الفلسطينية وصراعنا مع المحتل، ونحن على علم بأن الهدف الأول والأخير من الاحتلال هي السيطرة على هذه الأراضي، ولكن نتمنى الدعم الأكبر والأوسع من قبل هذه المؤسسات والهيئات ومن الشعب أيضا.
نعم يعني نور، إن أردنا المقارنة بالسنوات الأخيرة بحجم الانتهاكات والتحديات يعني بين العام الماضي والأشهر الأولى من هذا العام بالتحديد، يعني ما حجم الانتهاكات وهل أيضا هناك يعني فرق شاسع بينهم؟ هلا، هي نسبة متقاربة في هذه الانتهاكات، لأن هذه الانتهاكات تكون بشكل متكرر وبشكل يومي ضد هاي البدو. ونلاحظ أيضا بأن دولة الاحتلال والاستيطان ابتدعت فكرة ما يسمى بالاستيطان الرعوي. مفهوم الاستيطان الرعوي هو قائم على الهدف والسيطرة على هذه الأرض، وهو مكمل لما تكون فيه دولة الاحتلال ومدعوم من قبل المنظمات الصهيونية. نعم، يعني هل هناك أيضا استراتيجية فعلية على الأرض يمكن تطبيقها من أجل حماية البدو؟ وأيضا ماذا عن دور الإعلام؟ يعني هل يولي الإعلام اهتماما كافيا بهؤلاء البدو، أم يعني فقط يكتفي بالزيارات الميدانية، صناعة التقارير والفيديوهات وإلى آخره، وبعد لا يوجد أي اهتمام؟ نحن في منظمة البيدر نسعى إلى مشاركة كافة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومؤسساته في حمل قضية هذه التجمعات والدفاع عنها وصمودها أمام المستوطنين والمحتل، أيضا بدعم المادي والنفسي والمعنوي والوجود لصمود هذه التجمعات البدوية مواجهة المحتل، وتفتيت دورات وندوات وورشات بخصوص هذه التجمعات، وتفعيل وتوسيع دور الإعلام بشكل أوضح وبشكل أوسع في إبراز قضايا التجمعات البدوية كقضايا وطنية. أضف إلى ذلك أن تدوير قضية البدو بمعنى أن يتم وضعها تحت اهتمامات المجتمع الدولي الرسمي والشعبي. نعم، يعني أيضا ما المطلوب شعبيا ودوليا وإعلاميا من المؤسسات الحقوقية والقانونية، من الحكومة الفلسطينية وأيضا المعنية بحقوق الإنسان؟ كما تحدثت سابقا، هي مشاركة الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وكافة مؤسساته في حمل وأخذ هذه القضية على اعتبار، ونحن على يقين تام بأن هذه التجمعات البدوية تكون في الدرجة الأولى وعلى المستوى الوطني للدفاع والبقاء وصمودهم أمام هذه الأراضي في الأراضي الفلسطينية ومواجهة دولة الاحتلال. نعم، إذن نور اسمحي لي إلى هنا وتشكري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. نور سعيد، مستشارة وباحثة في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، شكرا لك. إذن، ويوم أمس أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير محمد الكردي بعد أن أمضى 16 عاما في سجون الاحتلال. والأسير محمد درويش الكردي 36 عاما من بتونيا اعتقل في أذار عام 2007 وحكم عليها بالسجن لمدة 16 عاما، وهو بالأسر حصل على شهادة البكالوريوس تخصص علوم سياسية، علما أنه أيضا عقد قرانه قبل عامين وهو داخل سجون الاحتلال، وأفرج عنه يوم أمس من سجن النقابة. وأعلنت نقابات وحراك المعلمين الموحد يوم أمس رفض المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله محمد إشتيه بصرف 5% من قيمة الراتب الأساسي للنقابات. وفي هذا السياق قال حراك المعلمين الموحد إن تبني مبادرة أقل ما يمكن أن نصفها بأنها كارثة بكل المقاييس، فما يراه رئيس الوزراء والاتحاد حلا ومخرجا نراه نحن ذلا وهوانا والأدهى من ذلك. ودعا حراك المعلمين إلى الإضراب المفتوح مع التوجه، وحيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحا ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها أيضا التوجيه، وبذلك نكون قد نفذنا وعدا صادق بإغلاق المدارس بطريقة تضمن للمعلم السعي خلف رزقه في أي مجال آخر لكي يعوض الخصم الذي وقع عليه كعقوبة من حكومة ليس في حساباتها التعليم ولا المعلمين.
المعلمة، وشدد الحراك على استمرار هذه الفعاليات حتى تحقيق المطالب أو حتى إشعار آخر، مطالبا المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلاب ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم، وذلك يوم الخميس القادم في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11:30 صباحا بنفس برنامج الوقفات السابقة، وحيث ستنطلق مسيرات حشدة بعد كل وقفة لتجوب مراكز المحافظات والمدن. وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. يسعد صباحك وأهلا بك دكتور أمين. يسعد صباحك دكتور أمين. صباح الخير، تحياتي لك. تحياتي لك. يعني بداية، كيف تبدو الحالة الميدانية الآن لتجمل لنا حصيلة الاعتقالات، المداهمات وأيضا الإصابات إن وجدت؟ نبدأ بالاعتقالات، حيث شنت قوات احتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع في منطقة متلحم. طالت 7 مواطنين، جزء منهم أسرى محررين، وهم أحمد إبراهيم العمور، أودي سامي البدن، أحمد كمال العمور، محمود ديب العمور، قسام نضال العمور، محمد صابر البدن، حمزة عدنان البدن. أيضا جرى أمس استهداف 4 نقاط للاحتلال، 4 نقاط عسكرية بين حارس حوارة وجبل جرزين بنابلس، وأيضا نقطة عسكرية في أريحة ونقطة عسكرية في منطقة جنين من قبل المقاومين الفلسطينيين. واستمرت في ساعات الليلة الماضية أعمال العربدة للمستوطنين في بلدة حوارة، واستمرت حتى ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم. تم خلالها طبعا استهداف محلات تجارية ومولات تجارية في بلدة حوارة ومحاولة الاعتداء على المنازل، ولكن تمكن الأهالي من إبعاد المستوطنين. وفي ساعات المساء هناك طقوس تلمودية بعيد المساخر في وسط بلدة حوارة. وفجر هذا اليوم اقتحم عشرات المستوطنين بلدة حارث قضاء تلفيت، وبدأوا بأداء طقوس تلمودية في منطقة الأضرحة الدينية. نعم، أيضا يعني دار الحديث عن اقتحام يوم أمس لمدينة أريحة والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة وأيضا نصب العديد من الحواجز. يعني كيف تبدو الصورة الآن في مدينة أريحة، وهل فعلا عاد الحصار إلى المدينة؟ طبعا اقتحام أريحة مفتوحة الطرق حولها، ولكن هناك انتشار احتلالي بعد قيام مقاومين بإطلاق النار على احدى النقاط العسكرية المتموضعة على شارع 90. والأثر قامت قوات الاحتلال بأعمال تمشيط بحثا عن مطلقين النار، وصدرت بعض تسجيلات الكاميرات المراقبة من بعض المنشآت السياحية والتجارية على الشارع الرئيسي او المتاخم للشارع الرئيسي شارع 90. نعم، يعني ايضا ماذا عن احوال الطرق صباح هذا اليوم؟ يعني هل يوجد اليوم هناك اي طرق مغلقة؟ كل الطرق بالضفة الغربية التي رصدناها صباح هذا اليوم من خلال السائقين ورصدي حال الطرق، أن كل الطرق ومداخل المدن الفلسطينية مفتوحة كالمعتاد، وهناك حركة، ولكن هذا اليوم الحركة أقل طبعا بسبب طبعا أنه الإضرابات التي تشل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كل الطرق مفتوحة ولا حوادث ولا عراقيل من قبل الاحتلال حتى اللحظة. نعم، يعني دكتور أمين، لنتحدث أخيرا عن القضايا التي لاقت اهتماما من قبل الشارع الفلسطيني مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا القضية الأولى والتي أصبحت الآن شغل الشارع الفلسطيني هو الضجة التي أحدثها خطاب رئيس الوزراء بالأمس المتعلق بالنقابات المهنية، ومن ضمنها أيضا نقابة المعلمين ومطالب المعلمين. هذا الموضوع انعكس سلبا على الحياة الفلسطينية، لاحظنا بيانات ومواقف رافضة لهذه التوصيات وهذا الخطاب، وبالتالي لاحظنا منذ ساعات الصباح شلل كامل في مؤسسات التعليم، بعد أن دعا أيضا اتحاد المعلمين كما دعا الحراك المعلمين منذ أسابيع إلى إضرابات وتشويش العملية التعليمية، وهذا انطبق أيضا على نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وآخره. وبالتالي يبدو أنه إحنا أمام الآن مرحلة جلها إضرابات وتشويش الحياة، وهذا أيضا يتزامن مع إضرابات أيضا تشل مؤسسات وكالة الغوث التي بدأ منذ يوم السبت واليوم الرابع أيضا في مؤسسات الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية. نعم، إذن اسمح لي لهنا أود شكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. فجر هذا اليوم قتل مواطن من بلدة قتنة شمال غرب القدس منتصف ليلة الاثنين إثر شجار عائلي. وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزقات بمقتل مواطن 28 عاما ببلدة قتنة شمال غرب القدس إثر طعنه بسكين خلال شجار عائلي، مؤكدا أن الشرطة قبضت على المشتبه به وأن الأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان لفرض الأمن والنظام العام.
وأيضا في ذات السياق، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي رزقات أن شجارا عائليا وقع في بلدة شقبة غرب رام الله بعد منتصف الليلة الماضية نتج عنه إصابتان إحداهما خطيرة والأخرى متوسطة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية قبضت على طرفي الشجار وعملت على فرض الأمن والنظام في البلدة. ونقابة المهندسين تعلن استمرار فعالياته النقابية وتقرر الإضراب الجزئي لهذا اليوم بمغادرة أماكن العمل في تمام الساعة 12 ظهرا والإضراب الشامل يوم الخميس وعدم التوجه للعمل، مطالبين بتثبيت علاوة طبيعة العمل شامل الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية. وفي هذا الملف أيضا أعلنت نقابة الصحفيين أنها ستبدأ إجراءات احتجاجية وإعلامية، وجاء ذلك في بيان صدر عنها مساء يوم أمس أنها تفاجأت تغييب وتجاهل وإنكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين بالرغم من الوعود التي استمرت لأكثر من 4 سنوات فيما يتعلق بتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين. وأضافت نقابة في بيان لها: ندعو كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة إعلامية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين وعدم الاستجابة لمطالبنا وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة. ودعت منظمات استيطانية إلى تنظيم اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وذلك لهذا اليوم بسبب ما يسمى بعيد المساخر العبرية. والمنظمات الاستيطانية طالبت وزير الأمن القومي إتمار بن كفير بإغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين لمدة 10 أيام طيلة أيام عيد الفصح العبري الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك وفي تمام الأسبوع 3 من شهر رمضان. وكشفت الجماعات الاستيطانية عنيتها فرض الطقوس التلمودية والشعائر التوراتية وقراءة فقرات توراتية بالصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى والسجود الملحمي في ساحات الأقصى، وإلى جانب محاولة الغناء والرقص والاحتفال. وأعلن ما يسمى ببن كفير أنه يعتزم إغلاق الأقصى تلبية لطلب المستوطنين وتخصيص ساحات المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية لليهوديين فقط. وفي ذات السياق أيضا أطلق نشطاء وهيئات مقدسية ودعوات لتكثيف أشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه لهذا اليوم ويوم غد الأربعاء للتصدي لاقتحامات المستوطنين. وردا على هذه الدعوات لمنظمات الهيكل، أطلق ناشطون وهيئات وشخصيات مقدسية دعوات لتكثيف شد الرحال إلى القدس والرباط في المسجد الأقصى، ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالب بن كفير بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس وخلال شهر رمضان المقبل بزعم بنائها دون تصاريح. وتأتي تعليمات بن كفير بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة حقيقية. وننتقل أخيرا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وغدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام.
إذن وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، من الإخراج التلفزيوني خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق سحر حنني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل، من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.